مباراة الرائد والخليج في الجولة 29 من دوري الوجنة السعودي. لكي تشاهد معنا هذه المباراة ما عليك فضل الله التطبيق لك واشتراك بقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضاف للمباراة ملعب كينغ عبد الله سبورت سيتي ستاديوم. توقيت المباراة سوف يكون في الساعة 9 بتوقيت السعودي وقطر والإمارات، والساعة 8 بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب. أما بالنسبة لقنوات نقل المباراة، قناة اس اس سبورت اكسترا اتش دي 2 الناقل الحصري للمباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك بالقناة وتفعيل خاصة التصل على الكل لكي توصل دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضربكم موعد في موعد قادم.